في مفاجأة بقى اللي بصورها يوم 19 و20 في باريس، دي مفاجأة إن شاء الله قريب هتعرفيها. وشكله رمضان محضر اللوك للتصوير، فقص شعره على الزيرو، ما نسي يكمل النيو ستايل بالاكسسوارات مع ريترو سان جلاسز ونكلس فضي. وشفنا سعد مؤخرا بصورة لبس فيها اكسسوارات قريبة من ستايل محمد، فاختار الكات اي سان جلاسز وركز على الخواتم الكبيرة والبريسلتس، وكمان بالفترة الأخيرة عمل تغييرات بشكله، فكلنا لفتنا كيف صبغ شعره أشعر. وكل هاد بيخلينا نقول إنه راح نشوف ديو بيجمع الراب مع البوب، وما بنعرف يمكن يكون الفيديو كليب هدية العيد من سعد ورمضان لجمهورهم. ضيعت حياتي فيه، ربنا هيحاسبني، بصحى كل يوم مش بفكر إلا في حلمي. الفنان هو دوره في الحياة ان هو طول الوقت يدهش جمهوره، طموحي ان انا اعمل حاجات تبسط جمهوري، كل يوم يعدي ابقى باخد خطوة للامام. وجمهوره توقع هالشي لما نزل بوست من الطيارة وكتب فرانس، والتحليلات توقعت انه يكون سبب هالزيارة هو تصوير الكليب، وما كان حدا بيعرف انه رح يسافر قبل باريس على كان ويلتقي ببشرة هناك ويتصالحوا، فكلنا بنعرف الهيستوري بينهم بعد اغنية كوبرا اللي انتقدت فيها بشرة رمضان. وطبعاً الجمهور تفاعل على السوشيال ميديا مع حصوا الحق، ورمضان كشف لنا أنه نجيب سويرس هو اللي جمعهم سوا وسهروا مع بعض بنفس اليوم. كنت مدعو على حفلة صديقي أستاذ نجيب سويرس، وحضرت الحفلة مبارح، وكان يوم جميل جداً جداً، وشفت ناس كتير جدا بحبها وما بنعرفش نشوف بعض في مصر. وبما انه هاي اول مره بيكون بمدينه كان، فحب انه يكتشف المدينه ويتابع المهرجان. جيت طبعا بعد افتتاح المهرجان، وانا يعني مبسوط جدا، مدينه جميله جدا، وتعرفت على ناس سعيد جدا بمعرفتهم، وناس ما كانش ينفع اشوفهم غير هنا. وكلنا بنعرف قديش رمضان طموحه دائما عالي، ووجوده بمهرجان فيه هالكم الكبير من الافلام ونجوم اكيد حمسه ليكون عنده فيلم بينعرض بالمهرجان السنه الجاي. ان شاء الله السنه الجايه عندي ثقه في ربنا ان انت هتفتكر الجمله دي، ان احنا ان شاء الله يكون ليا فيلم السنه الجايه في مهرجان كان. ترجعي واحنا بتصادفيني تاني والفيلم موجود، ترجعي تقولي تفتكر الشكل ده باللبس بالخاتم بشكل. وأمنيات رمضان دايما بتتحقق، وأكبر دليل على هالشي إنه اجتمع مع جون كلود فان دام اللي كان يحضر له أفلامه وهو صغير ويحلم إنه يجتمع فيه. Hey Mohammed Ramadan, how are you? It was great to work with you. I appreciate your kindness. You're welcome. And also you're a great actor. أنا كمان والله مبسوط جدا بالإعلان، ومبسوط بشغلي مع نجم كبير ليه تاريخ كبير جدا زي جان كلود فان دام، لأن أنا بشوفه من وأنا صغير بشوف أفلامه، وبالنسبة لي نجم لا يقهر يعني. ففكرة إني بصور إن إحنا بنضرب بعض، يعني كان في لحظة كده ساعات بحس إن الحياة غريبة جدا. وهلا الجمهور عم بيتابعوا بالدراما على MBC1 بمسلسل زلزال اللي عم بيحقق نسبة مشاهدات عالية. أكتر حد حبيته في حياتي اللي يكسرها ميتة كأنه كسرها حي. سعيد بردود الأفعال على مسلسل زلزال بيتعرض على MBC1، وبتمنى إن الحلقات الباقية يعني المسلسل يعجب الناس أكتر كمان. اوعى تخاف.